السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في كل مكان أهلا وسهلا بكم النهاردة هنتعرف على أسرار اللغة الإنجليزية وهتعرفوا إزاي تكونوا جملة إنجليزية صحيحة وتتكلموا مثل الأجانب بالظبط الأمر سهل جدا وبسيط بس خليكم معايا واحدة واحدة تتكون الجملة الإنجليزية من subject اللي هو الفاعل وفيرب الفعل object اللي هو المفعول السبجكت اللي هو الفاعل اللي هو الشخص الذي قام بالفعل مثل I أنا We نحن You أنت أو أنتم They هم He هو She هي ات هو او هي لغير العاقل اي شيء غير عاقل مفرد اقول عليه ات فيرب هو الفعل الذي تفعله مثل want يريد drink يشرب eat يأكل go يذهب run يجري swim يسبح like يحب object وهو المفعول وبيشمل places أماكن أو foods أطعمة Drinks مشروبات Clothes ملابس Things أشياء Animals حيوانات ودلوقتي هنشوف أمثلة كتيرة جدا وإزاي نقدر نكون جملة بكل سهولة. I want to drink. أنا أريد أن أشرب. أو I want a drink. أنا أريد مشروب. عشان الفيرب want لو جاء بعده to لازم أجيب بعده كمان فيرب زي كلمة drink. لكن لو ما جبتش to أجيب اسم ناون زي كلمة a drink. I speak English انا اتحدث الانجليزيه I write a letter انا اكتب خطاب I read a paper انا اقرا جريده we speak English نحن نتحدث الانجليزيه we listen to music. نحن نستمع إلى الموسيقى. We eat popcorn. نحن نأكل فشار. We clean our house. نحن ننظف منزلنا. You like sports. أنت تحب الألعاب الرياضية. You like music. أنت تحب الموسيقى. You play the piano well. أنت تعزف على البيانو جيدا. You sleep early. أنت تنام مبكرا. They swim in the sea. هم يسبحوا في البحر. They like tennis. هم يحبوا لعبة التنس. they make a video هم يصوروا فيديو they ride camels هم يركبوا جمال he eats apples هو ياكل تفاح he draws pictures هو يرسم صور he swims in the lake هو يسبح في البحيره he picks flowers هو يقطف الازهار she reads a story هي تقرا قصه she smells a flower هي تشم وردة she helps her mom هي تساعد امها she likes reading هي تحب القراءه it drinks milk هي تشرب لبن it eats fish هي تأكل سمك it likes meat هو يحب اللحم it flies in the sky هو يطير في السماء لو عايزين نذكر اسم الشخص هنجيبه في بداية الجملة بدل الضمير زي ما نقول علي plays football علي يلعب كرة قدم أحمد studies English أحمد يذاكر لغة إنجليزية سامي sleeps late سامي ينام متأخر شادي helps old people شادي يساعد كبار السن هبة sings a song هبة تغني أغنية لوجي speaks English لوجي تتحدث الإنجليزية هند drinks juice هند تشرب عصير سلوى runs fast سلوى تجري وهنشرح دلوقتي أهم الأفعال الإنجليزية اللي نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية. like يحب play يلعب swim يسبح write يكتب read يقرأ fly يطير eat يأكل Drink يشرب. Jump يقفز. Take يأخذ. Walk يمشي. Give يعطي. Kick يشوط. Taste يتذوق. Cut يقطع. Hit يضرب. Run يجري. hear يسمع look ينظر smell يشم pick يقطف throw يرمي wear يرتدي wash يغسل brush يمشط listen يستمع bake يخبز فيل يشعر وفي النهايه اتمنى يكون الفيديو اعجبكم ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته